دكة دكة يفهمونا وش كاين، أعطونا حل. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البوصلة على قناتكم الشروق الإخبارية. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. هذه معايير اختيار الرجل للمرأة. ويقول الرسول الكريم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا هو معيار اختيار المرأة للرجل. فهل تغيرت معايير اختيار شريك الحياة لدى الجزائريين؟ ولماذا ارتفعت نسب الطلاق؟ ولماذا أصبحت الزوجة الجزائرية تخلع زوجها؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في حلقة اليوم من برنامج البوصلة رفقة البروفيسور نور الدين بكيس. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا بالبروفيسور نور الدين بكيس. مرحبا بك. أهلا وسهلا. طيب بروفيسور، لماذا يجب أن نتحدث عن معايير اختيار شريك الحياة؟ أولا مساء الخير في المشاهدين. قلت لك سي عبد الملك، احنا في البوصلة واش أنا حابين نديرو؟ أنا حابين نصحوا بعض المفاهيم، نعم، والله نعاودوا نجاوبوا على بعض الانشغالات باش ما نغرقوش كتر. للأسف شديد كي خيرنا موضوع كيما هذا، نعم، عندنا المواين تاع 91 طلاق كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، رقم رهيب يعني. عندنا في الجزائر المواين ومرشحة للارتفاع، نعم، 91 طلاق كل نهار، وهذا مرشح هذا، نعم. عندنا 15,000 مرأة في العام راهي تطلق راجلها، هالظاهرة ما كانتش موجودة، الخلع، نعم، الخلع ما كانتش موجودة، وكي كانت بدات باحتشام، نعم، بعد طلعت 5,000، بعد 10,000. في 2021 عندنا 15,000 حالة، نعم، 15,000 حالة تاع مرأة طلقت راجلها. معناتها احنا لازم نناقشوا الموضوع هذا، نعم، ماشي باش نناقشوا مضطرين، نعم، لانه سيم مرضي. تصور سي عبد الملك مثلا المواين تاع زوج دراري لكل عائلة تلقى، نعم، هذا المعدل كل عام، هذا معدل، نعم، لا عادي تقدر تلقى أكثر، نعم. تصور باللي كل عام تلقى عندك واحد 120,000 طفل ضحية الطلاق، نعم، بعد 8 سنين ماشي يولوا مليون، صحيح، ومليون هادو ما يتزوجوش، وكي يتزوجوا ماشي يولوا عايشين بالعقدة تاع الزواج، نعم، بصدمات نفسية تورثوها جراء سوء اختيار من البداية. وشحال منهم اللي يروحوا للانحراف، صحيح، وشحال منهم اللي عندهم مهارات ويقدر يجيب لك بلاد، نعم، ويسمونا ضحايا الطلاق. يعطيك الصحة، المشكلة كبير، نعم، لازمنا احنا واش نقولوا؟ الوقاية خير من العلاج، نعم. الوقاية منين تبدا؟ من الاختيار. من الاختيار. بالاساس على الزواج. يعطيك. نبداو بالاختيار، الاختيار مهم جدا، بلا الاختيار موفي شوا واش معناتها؟ معناتها مخرجات ماشي منها، مملو كلمة تلقت، نعم، لأنه كاين طلاق صامت، صحيح، شحال من كوبل راهم عايشين حالة تاع طلاق بلا طلاق، ما عندهمش طلاق رسمي، نعم، بصح عايشين بير على ناس متلقين. يقول لك على جد دراريني صابر، على جد، نعم، هي تقول لك أنا صابرة، ويقول لك أنا صابر، صحيح، والدراري هنا مصابرين، الدراري راهم عايشين في بيئة تاع طلاق غير سليمة، وهي ما كانش تلاق، بصح واش عايشين؟ عايشين دواس، عايشين مشاكل، عايشين الاتهامات، عايشين كل واحد يسيج بالدراري جيتو، واش معناتها؟ معناتها الحكي المليون تاع 8 سنين اللي كنا نحكوا عليه يولي المشكل تاع اضعاف، نعم، مضاعفه. نعم. لانه اهم شيء في الزواج هو حسن الاختيار منذ البدايه. اكيد، لانه في كل شيء، نعم، في الخدمه حسن الاختيار، في الخدمه معناتها تتمتع بالخدمه تاعك، التخصص تاع القرايه تاعك حسن الاختيار، معناتها كسلك كل حاجه ابار الحوايج ما تخيرهمش. احنا ما نخيروش الاسره اللي نزيدوا فيها، نعم، نخيروا الاسره اللي نبنوها، احنا ما نخيروش الجسم اللي ندهنا ربي، مي بصح مع الاخر نقدروا نخيروا واش نديروا به، نعم. طيب من عندك هامش تاع الاختيار، وبعد هو اللي يحدد حياتك. طيب باش ما تشكيش في قضيه الاختيار، ما الذي يجلب الرجل للمراه، وما الذي يجلبه او يجلب المراه للرجل؟ هو شوف، هو الصح وشنو قبل هذا لو شوا، الاختيار في حد ذاته، نعم، الاختيار دوكا ولا صعيب، ماشي كيما بكري، صحيح، علاش بكري؟ دوك الناس بزاف يعتقدوا، يقول لك لا لا الحمد لله دركا رانا حرام. طيب بروفيسور، بالحديث عن الاختيار، هل قرار الاختيار الان اصبح سهلا اكثر سهوله، ام زاد تعقيدا عند من يريد الزواج او اختيار شريك الحياه بالنسبه للطرفين؟ شوف، هو ظاهريا الناس بزاف تعتقد باللي لو شوا ولا شويه سهل، علاش ما يدخلوش العائله
ما يدخلوش ناس بزاف وبالتالي تقدر تخير انت اكثر حريه في الاختيار. ولات ما تقدر ماشي الشرط شغل داركم يفرضوا عليك الخطوط العريضه. نعم. قال لازم الجهه الفلانيه، لازم بنت عمك، لازم البلاد، لازم تكون تعرف اللهجه الفلانيه ولا اللغه الفلانيه. سي بون. نعم. الناس اعتقدت تعتقد باللي هذا سهلت وهي العكس اللي صاير. علاه بكري جزء كبير من حياه الناس مربوطه بانه ناس يخيروا لك، وكي يخيروا لك والله يساهموا في الاختيار يتحملوا معك جزء من المسؤوليه. صحيح. بكري العائله الكبيره كانت تدير ان شوا وتعاون في الشوا وبعد تحمل تبعات تاعو. وكاين ناس بزاف، ناس بزاف. نعم. ما تقدرش تخيار وما تعرفش تخيار، واش مؤهله باش تخيار، صافي كنت تخلي له لا بالي طولك درت له مشكل. والدليل انه كاين عباده، كاين ديجان يتزوج مرا غير بالبوشو بالراي تاع صاحبه. نعم. بالوساطه بالوساطه ماشي مام با الراي ديالو، ما يعرفش، ما عندوش لي مويان يقولوا هذه تولد، ما عندوش لي قدرات باش يقدر يخير في هذا لو شوا كامل، في هذا التنوع كامل، ماهوش مؤهل بشكل كبير. طيب هل معايير؟ نعم. لا معناتها باللي دوك لو شوا اللي بلو ديفيسيل ماشي غير في هذيك، بزاف دي كوبل جدد دوكا عندهم مشاكل كبيره في الاختيار. علاش؟ عخاطر غدواي عندك مراقبين يعسوك يقول لك هاك غلط، هاك غلط، وعلاش ما درتش هكذا، تحمل المسؤوليه. لازم يكون جاهز باش يخير. الانسان اللي كان تربى صغير ما يخيرش، كي كبر ما يعرفش يخير. اللي تربى كبير صغير ما يفكرش منيح وما ياخذش بالاسباب قبل ما ياخذ القرار. هذا من بعد ومن بعد يحصل، يقدر يخير نيمبورت كوا. نعم. وباي طريقه. على هذه لازم ننتبهوا، الناس اللي عندهم اختيار عندهم لو شوا دركا، فكروا منيح. ماشي معناتها كي عندك الحق في الاختيار معناتها بلي سهله، ماهي سهله. طيب ولكن هل المعايير ثابته على الجميع ام متغيره من شخص الى اخر؟ معايير اختيار الشريك. شوف هي عاده المراه الراجل واش يحوس في المراه، واش يجذبوا للمراه. نعم. لانه كاين فرق بين واش لازم واش كاين. صحيح. واش كاين عاده المعايير الراجل اول حاجه يشوفها في المراه هي الشكل. نعم. الاختيار الاول الشكل، الشكل الجسد منها الشكل. على دين بكري واش يقول لك؟ الزين ما يبنيه ننسى. لا يقول لك الزين ننسى لانه مبنيه على الزين. صحيح. هذا الراجل اول حاجه بنشاته. نعم. الثانيه وشنية من بعد يروح للعقليه، بعد الزينه بعد الشكله يروح للعقليه. اصبر دوكا اسكو بنت فاميليا. يعني المعيار عنده هو الجمال الاول. بيان سور هو الاول. لا ومن بعد باش تجيب بنت فاميليا. علاش عندنا طلاق معمر هكذا كبرك صح زوج صافي. وبعد الثالثه وشنو؟ الراجل قالوا بعد الثالثه العاطفه. قال هاي العاطفه تحكش عامله هاديه. تروازيام شوا. نعم. ليموسيونال تروازيام شوا صح. وبعد الرابعه الاخرانيه وشنية؟ الجانب الروحي. نعم. تصلي ما تصليش، دينه ملتزمه، تذكر ما عباليش انايا، روحيا العلاقه الروحيه تاعها. نعم. تدبر. وهناك معيار اخر ظهر في هذا عند الراجل. نعم. عند الرجل هناك معيار ظهر في الاونه الاخيره وهو انه يحوس على المراه اللي تخدم اللي عندها راتب. لا هو عاده الانجذاب هذا. ومن بعد بعقلك تاخذوا قرار تاخذوا بعقلك على اجل دراهم على اجل ظروف معيشيه منا. بصح واش يجبدك؟ يجبدك عند الراجل معروف يجبدوه الربعه هذوما. قلنا الشكل ومن بعد شنو؟ ذهنيه ومن بعد شنو؟ العاطفه ومن بعد شنو؟ الجانب الروحي. نعم. الراجل لا لا، المراه لا لا. المراه ما عندهاش معايير مختلفه. واش يجبدها للراجل؟ اول حاجه تجبدها في الراجل العقليه. المراه ثقيله على الراجل في الزواج في الشوا. المراه ثقيله تخمم لانه هي ما تطبعش الشكل هو الاول. لا لا، الاولى كاع بالنسبه لها هي العقليه. علاش؟ المراه دائما هي حرص على بناء الدار ولا بروف بعد الزواج شغل المراه يتزي الراجل. طيب في هذا المعيار بروفيسور، هذا المعيار اعتقد انه مرتبط بالسن لدى المراه، انه بعض النساء يلحقوا في سن معين يسقط هذا المعيار. المهم هذا خاص. هذا احنا نحكوا على العام. نعم. نورمال. نورمال اول حاجه اسكو الراجل ثقيل. إيه. اسكو خفيف ولا ثقيل؟ واش معناتها؟ عقليه هكذا. اسكو اي ريسبونسابل ولا لا؟ لا. واش معناتها؟ عقليه. نعم. شايف كيفاه؟ نعم. ومن بعد الثانيه عند المراه وشنو هو؟ الثانيه تولي تشوف الجانب العاطفي. لانه المراه تسحق بزاف انه يتجاوب معها عاطفيا. صافي العاطفي ماشي الاول عند المراه. نعم. الدوزيام العاطفي هكذا. الجانب الرومانسي والثاني. شوف بارابور للراجل. الثالثه عند المراه الشكل. علاش يقول؟ علاش قلت لك الزين؟ الزين ننسى. ما من راجل كي تجي تعاير يقول لك الزين ننسى. هكذا. الثالث الشكل. وللاسف الشديد الرابع كيما المراه، الرابع هو نفسه الجانب الروحي. الجانب الروحي واسمه سبيريتويال ومنها هذاك الرابع هذاك مع الاخر.
صافي عاده هذوما الربعه اللي يدفعوا يجذبوا. ليس عند الجميع، عند البعض في العموم، لانه عموماً هناك من يختار الجانب الديني كاول اختيار. هذا تختلف من ضمن قليل. ضمن قليل، لانه هذه مربوطه بتنشئه اجتماعيه. انت كيش بنيته؟ لو كان بنيته على جانب ديني وبنيته باللي الجانب الديني هو ياخذ اولويه، داكو، بصح هو ما تبناش عاده. الجزائريين ما يتبناوش على الجانب الديني. كاين فرق بين الديني شغل عرفي، ديني شكلي، وديني قناعه ممارسات وتشرب من الصغر، ماشي كيف كيف. صافي سي ديفيرون. صافي عندنا هذوما الانجذاب يصير على هذا المستوى، على هذه عقليه المراه عاده، وعقليه الراجل ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. وتلقى عاده المراه حرص على الحفاظ على البيت لدرجه التطرف اكثر من الراجل. نعم. الراجل يحب يحافظ على شخصيته تاع سيليباتير، اخلاقيته تاع سيليباتير، صحيح، حياته القديمه كي تزوج يحب يحافظ على حياته القديمه. المراه ترمي كاع الثقل تاعها باش تجبدوا من حياتها. بروفيسور، سالنا الرجل والمراه عن معايير اختيارهم لشريك الحياه، وكانت هذه هي الاجابه. معيار هو معيار الالتزام الحقيقي بالدين والمعيار الخلقي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لدينها، لنسبها، لحسبها، ولجمالها. هذه المقاييس على الإنسان أن ينظر إليها حتى تستقيم حياته، حتى تسعد حياته اليومية، لأن هذه طبيعة البشر، وكل إنسان لابد له من زوجة صالحة، وكل زوجة تحتاج إلى زوج صالح. معايير اختيار الزوجة الصالحة: أن تكون ذو أخلاق وذو دين، وأن تصوم بيتها، وأن تكون في المستقبل تستحسن تربية أبنائها، وتكون ذو عفة. معايير اختيار شريك الحياة: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة على أربعة: على جمالها ونسبها ودينها ومالها. قادر المال والجمال والنسب يزولوا، لكن الدين ما يزولش. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فاظفر بذات الدين. الدين هو الأساس، الدين هو الصح. ولذلك لكن كانت المرأة صالحة راح يجينا المجتمع صالح، لكن كانت المرأة طالحة راح يجينا المجتمع طالح. ولذلك الزوجة اللي يختار الزوجة لازم كما يقولوا ناس بكري يداها من بيت الرجال، لازم تكون مرأة فحلة صح، وإنسانة متربية، وإنسانة تعرف الدين، على جال باش تنشأك الأسرة ذيك اللي راح تنفع المجتمع وتنفع الوطن. وكما نقولوا نحنا لازم تكون متربية وذات خلق عالي، لأنه الدين أخلاق. طيب، مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. استمعنا إلى آراء المواطنين بروفيسور نور الدين بكيس. الآن ما الذي يجب أن نتفاداه في اختيار شريك الحياة؟ شوف، هو الأول وش لازم نتفاداه؟ لازم نيفيتي والموديل المثالي. واش راهم يديرونا في الفيلم؟ واش نشوفوا في الفيلم؟ واش رانا نسمعوا احيانا في حكايات لا بلوبار مثالي ما كانش منه؟ معليش نستأنسوا به. قال تاخذوا موديل وتسيي تقرب منه، كي تكون حاجه مليحه، قال علاقات مليحه، قال احترام، كاين تقدير، كاين تجاوب منها. مي بصح ما لازمش نستعملوا المثال، المثال يضرنا. لازم نكريوا موديل على حسب طبيعه العقليه تاعنا الجزائريه، ومن بعد على حسب الاهداف النبيله اللي مبني عليها الزواج، لانه الزواج مبني من اجل تحقيق اهداف، يعني بما فيها استقرار الانفس تاعنا. نعم. صافي، بناء الاسره اول اول حاجه، لانه مشروع الزواج مشروع يبدا يتاصل بالمسؤوليه. صافي، الاولى نيفيتي ونحكموا موديل ما كانش منه، فيلم تركي، فيلم مصري، سيري امريكان، تاع ماهيش نورمال، بعيد عن واقع تاعنا تماما، لانه يتعبك يتعبك، غير قابل احيانا للتحقيق. صح، هذه الاولى. الثانيه نيفيتيو ديفو الكبار، لي ديفو الكبار نيفيتيو. مثلا تروح مراه ترتبط مع من؟ مع واحد المستبد المتعالي. هذا مستبد متعالي، مغرور، هذا واعر، هذا ما تقدرش تبني معاه حياه، هذا فيه مشكل كبير، لانه بصح لازم يداوى. هذا انت كيش تعرف؟ ما عندوش ثقافه الاعتذار. تشوف مثلا، تشوفي مثلا قال هاي حابه تزوج، ترو ماركي علاقته بالعائله تاعو، لانه سي امبورطون، لانه عائلته قديمه، معناتها من بعد وما عندكش شي والف، يقدر يولي يتعامل بنفس الطريقه اللي كان يعامل بها العائله تاعو. دوزيام، اسكو يشاور،
اسكو يحترم الاخرين، اسكو يسمع الاخرين. والمبرر تاعو انا تربيت هاك. اي والله متعالي ولازدنا له الغرور تسمى ما تفراش كامل. دوكي واحد ان كاباري يداواش هذا، هذا يريب لك الدار. صحة ثانية مثلا. والأسرة تجد له المبرر، تقول لك هو هكا. هو هكا، هو أمك الصغرى هكذا، يا عقليته الله غالب. حملي يا حملي. الثانية وشنو؟ لا علاخاطش أنت كي تحمل. أنت مع الأول تقدر تحمل في المرحلة تاع الخطوبة بداية الزواج. بصح من بعد أنت تولي الطبيعة تاعك. أنت تولي الطبيعة تاعك. بعد كي تولي الطبيعة تاعك أنت يا. بعد ما تقدرش تشد. هذا عيب لا يمكن التعامل معه. ما يقدر، لا ما تقدرش تصطنع أنت مدة طويلة وبعد تبدا تعيا. تبدا تكبر، هي تبدا تكبر تعيا ومن بعد ما تقدرش تحمل كيك حتى مسؤولياتها تكبر اذا كانوا اولاد. صافي من الاول ايفيتي الاجهاض هذا والمشكل هذا. الثاني مثلا واناني. صح. انسان اناني ما يقدرش يكون مسؤول، ما يقدرش يضحي. الاسره مبنيه على التضحيه. الاسره مشروع مبني على التضحيه. واحد ايغويزم اناني ما تقدرش تبني عليه. هذا يريب لك الزواج، تقعد دائما تحمل اناني ولا انانيه. نعم الطرفين ما يضحيش. ثلاثه بايزوب نضع الشريك بالنسبه للمراه ولا للراجل. التالي الكثير الشكوى. والله كثير الشكوى. مراه تعرف غير تشكي، هذه واش محيات معاها. راجل يعرف غير يشكي ويشوف كل السوداوي وكلش ماشي مليح. هذا يتعبك هذا، هذا مشروع كيش تقدر تمشي معاه طريق تاع حياته هو قاعد غير يشكي. معناتها دائما يشوف الكوتي نيجاتيف. اتصور ناخذوا غير ثلاثه هذو، هاد ثلاثه تقدرش تبني معاهم حياتها دوما. هادو عيب تولي تحمل هذا لا ما تلقش. واش تولي تحبل عمدها. حاجه اخرى بايزوم لازم ما تكونش فروقات كبيره. دوك انت ايديولوجيا مختلفين كلياتا. مختلفين. انت مدين ويا ماشي مدينه وعجبك الشكل تاعها وتقول لي ساهله. فاش ساهل؟ ماشي ساهل هما. ماشي ساهل. هذه ماشي مدينه، هذه ماشي ما عندهاش ثقافه تقليديه. هذا ما عندهاش ثقافه تحوس عليها انت. انت من بعد كي تعيش لا. ما توليش جديدة، تولي قديمة. وانت تولي قديم بعد تحوس دير عملية الاسترخاء، تحب تريح، تطلق روحك. تطلق روحك، تطلق روحك بناء على عقليتك على الثقافة تاعك. إذا كان عندكم اختلاف كبير في الثقافة كيفاش تفروها؟ كيفاش تربوا الدراري؟ هاي زاد طفلة هي تقول لك سميها لينينا. نعم صحيح. كيتا ما عرفتش نيمبورت كوا. تقول لها لا لا أنا نسميها باسم صحابة. صحابيات. كيفاش تفروها دوكا؟ صحيح. وبعد ديروا ربع اسماوات للدراري. ديرو تينا ولا لينا ولا باش انا هاك. شوف جده ما يعيطوا لها ميمي. جيد جده اي عجوزه راح تموت يعيطوا لها ميمي. عرفتي صافي ماشي نورمال. خير لي روبير تاعك. خيري لي روبير تاعك. ماشي على خاطر تعجبك السيد هذايا هو بعيد كليا. لانه الزواج في نهايه المطاف هو مشروع هو يمتد الى حياتك كامل. شوف الحاجه اللي عشنا بها تعاود تخرجنا. ما تروحوش تجيبوا من الموند ماشي ديالك. صحيح. ما تجيبش حاجه بعيده بزاف عليك. انت ثقافتك علماني. نعم. طيب في هذه النقاط هناك تعليقات للمتابعين سنحاول ان نستخلص منها بعض التعليقات اللي كانت كثيره. طيب قبل هذا جنجل مشاهدينا الكرام ونتحدث او نقرا بعض تعليقات المتابعين. اهلا مجددا مشاهدينا الكرام. بروفيسور التعليق الاول تاع عمر ميميش قال لك قد يكون الخلل في الاختيار وقد يكون في عدم اهليه الازواج او الزوجين لتحمل المسؤوليات المترتبه عن الزواج. وتعليق ثاني هناك من قال لك انه هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بداد الدين تربت يدك. لماذا هذا المعيار غائب عند الجزائريين؟ وهناك من تحدث وقال محمد محمدي عندما يتحول الزواج إلى تسوية وضعية أو زواج مصلحة في وقت آخر أو في وضعية أخرى. وتحدث أنه الرجل في الوقت السابق كان يبحث عن المرأة الصالحة والآن أصبح يبحث عن المرأة الموظفة العاملة ذات المرتب. وهنا قال أنه كان للأسرة وللوالدين خاصة الدور البارز في الاختيار والحفاظ على ديمومة الزواج. وقال أنه صار حرية اختيار الشريك تتم عبر طرق وقنوات عصرية الجامعة والعمل والفيسبوك. في وقت سابق كان الزواج بالرضا والشهود والجماعة. طيب نعلق على هذه التعليقات ثم نروح إلى تعليقات أخرى. أيمن ياسين ومحمد شوف هي الحياة متغيرة ودائما فيها تغيرات وسريعة دي شانجمون. انت واش لازم تتعلم؟
الناس واش لازم تعلم؟ نعم. الاهداف الكبيره واش تسحق بحياتك انت واش دير بها؟ حياه اللي عندك واش دير بها؟ نعم. قال عندك اربع اهداف، عندك حاب تربح مع ربي، حاب تربح مع من؟ مع الاسره تاعك، حاب تربح والعلاقات ومنها مهنيا، زيد حاب تحافظ على الجسد تاعك، اوكي صح. الربعه هذو كيف تلقى التوازن تاعهم؟ لازم اشاك فوا يكونوا دي شونجمون انت تكيف. دوك ماشي عيب كي تزوج خدامه. نعم. صح واش من خدامه؟ ولازم تفهموا واش من شروط؟ واش هي الاولويه؟ واش لازم يندار؟ واش لازم يندار؟ نعم. التاثير تاع الخدمه في حياتكم حتى لمن؟ هذه اوبليغاتوار على جال الدراهم، داكور دراهم وشنو ما الدور تاعهم في حياتكم؟ اسكوك رايحين ديروا كوبل باش تاكلوا وباش ديروا اشباع غريزي ولا باش تبنوا مشروع اسري؟ تفهموا سي تري امبورتون، لانه لازم ما يروحش الهدف الرئيسي ما لازمش يروح. هادو كاع جزئيات لتحقيق الهدف. نعم. هادو شغل وسائل، الخدمه وسيله، التعليم وسيله، هادو كاع العلاقات، شبكه العلاقات تاعكم وسيله، كل شيء باش تحققوا الاهداف الكبيره. صافي حنا واش نسحقوا؟ نسحقوا دائما مراجعه للموديل، النموذج تاعنا تاع الزواج. نعم. دائما مراجعه، انه كاين واقع يفرض روحه عليك. البارح كنت حابه ماشي خدامه. نعم. اليوم خدامه بلا مزيتك عخاطر ما تقدرش تعيش، غاليه المعيشه وما يكفيكش. بصح وشو بشروط تفهموا الشروط هادو. نعم. لانه كاين خدمه عندها متطلبات تاعها، كاين خدمه اللي ما تقدرش ديرها مرا، دومون دي اخلاقيات ماشي تاع مرا. نعم. كاين خدمه دومون دي اخلاقيات ما تصلحش على ام. صحيح. ما تصلح. كاين خدمه نفس الشيء، كاين خدمه تاع راجل ما عندهاش اخلاقيات تاع انه يكون رب اسره. نعم. سي سا هادو كاع ناقشوهم. واش معناتها؟ معناتها لو شوا شتو شوا يكون يحكوا. نعم. عليه بدا تعلم تسقسي روحك. الحاجه الاولى تسقسيها انت واش ما تحبش، انت. نعم. واش ما تحبيش، هذا هو الصح. لانه باش تيفيتي الحاجه اللي ما تحبهاش وتكون موضوعيه ماشي بالغوستوباك، باش تيفيتيها في الكوب باش ما تتعبش غدوه. صحيح. طيب. لانه المتغيرات. نعم. بزاف. بروفيسور لدينا اخر تعليق لمحمد العيد يتحدث فيه قبل ذلك، يعني قبل بدايه الاختيار، هل هناك اختيار فعلي للشريك؟ وهذا جاوبنا عليه في بدايه الحصه، وقال انه غالبا ما يكون الزواج في مجتمعنا غير مؤسس على قواسم او ثقافه بل أو على مستوى اجتماعي واحد، وقال غالبا ما يكون هكذا بالصدفة أو بالوساطة أو بوسائل التواصل الاجتماعي. كان هذا آخر تعليق في فقرة التعليقات لمحمد العيد. أحيانا يوقع روتور داج، يوقع لك روتور داج لأنه ما عش واحد المرحلة معينة، لازم نصبروا على لي زيتاب هذوما وتكون نوع من المرافقة باش ننتقلوا من فترة عمرية لفترة عمرية. نعم. هذه تصرى بزاف بين لي كوبل، شغل ما يخرجوش كيف كيف، مثلا من العزوبية ما خرجوش كيف كيف. نعم. تزوجوا بصح ما خرجوش كيف كيف، هذه تقدر تصبر عليها. كاين بايزوب مشاكل في التغذية، في النمط الغذائي، الذوق اللي كاين، هادو نقدروا نتعلموهم. تفاداوهم تقدر المرأة. نعم. تتغير الصيغة تاع الطياب مثلا. نعم. يقدروا أمور بزاف سهلة، تقدر معالجتها. يكونوا ضاغطه في مرحله من المراحل. لا جاونا الدراري ما عرفناش نربوا الدراري، ما عرفناش نربوا الدراري، بصح سي نورمال بعد نتعلموا ومن بعد التجربه تاعنا الاخطاء اللي احنا نديروهم مع الاول ومن بعد ما نديروهمش مع الثاني، يكون عندنا اكسبيريونس، يزيد عندنا بيبي ونكونوا بزاف خايفين عليه. ما نفهموا بلي هذاك الخوف كان مبالغ، اشياء كثيره بزاف دي ديفو كانوا عندنا من كي كنا صغار بصح يتبدلوا. علاش؟ علاش تلقى الطلاق في العام الاول نسبه الطلاق كبيره في الكوبل، العام الثاني تنقص، الثالث تنقص، الرابع فريمون تنقص بيها. علاش؟ نعم. على خاطرش يتوالفوا. نعم. يتوالفوا، بصح حنا ماذا بينا التنازل ما يكونش بالاكراه. صحيح. بالاقناع، بالرضا، بالاقتناع، والاقناع اللي نحكوا عليه، ماشي معناتها تكون سعيد. معناتها تفكر بعقلك وتخضع قلبك باللي صح سيفو لازم تبدل هذه وتبدل هذه، لانه ان كوبل ماشي ماشي غريزي وخلاص. هذا دور رسالي ان كوبل. العائله سي امبورتون، العائله ماشي قال برك لازم ابليزير وخلاص. لا فيها مشقه، فيها ضغط، فيها مجاهده، فيها تضحيات، وكل ما يتبدل السن عليك تبدا تبدل زيد ضحي اكثر. هذا هو انت عايش الحاجه ليست هذه. صيفه وليست حاله مدنيه فقط. اي سي صا ماكش عايش زياده. انت ماكش عايش، داك كنت صغير تقعد تلعب داكور، كاين مستويات تاع السعاده تتبدل. نعم. تلحق سارتاناج لازم تدي سعاده على حساب لاش تاعك وعلى حساب الالتزام تاعك. عندك دور ايضا. اي والانجازات تاعك مهم جدا. ما تروحش تعبد ولادك. نعم. سيفو ما تروحش انت يا تقهر روحك لدرجه انك تلغي حياتك على جال ولادك. نعم. نوع من العبوديه. نعم. وهذا الذي حاولنا ان نفسره، وهذا الذي حاولنا ان نوصله الى المشاهد الكريم. شكرا لك دكتور
نور الدين بكيس، وصلنا الى ختام عدد اليوم، كلمه اخيره تفضل. هو شوف حنا ما ناش نقدر في الساعه واحده نعم. ما نقدوش نغطوا كاع ونحكوا على مشاكل الزوجيه والطلاق والاختيار تاع حنا. انا نقولوا يا ناس كاين بزاف كلام وكاين بزاف الخلع، ما انت واش المطلوب؟ المطلوب نسيو نراجعوا الامور الكبيره باش ما نديروش غلطات كبار اللي نخلصوهم غاليه. واهم شيء هو حسن الاختيار منذ البدايه في كل شيء. نعم. في كل شيء. وشو الاختيار يكون موضوعي وعقلاني. نعم. ووفق معايير مشروعه واللي هي راهي موجوده منذ قرون مضت. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من برنامج البوصله، نلتقي في عدد قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.